ها هنا ونحن في زيارة الإمام الرضا في مشهد، ودعنا لكم جميعا، وإن شاء الله الإمام الرضا يكتب لكم الزيارة. زيارة هي مباركة وباب الحوائج الإمام الرضا سلام الله عليه. إن شاء الله الإمام يكتب لكم الزيارة. جاء هو الإمام، اللهم اخذ حوائجنا، حوائج المسلمين جميعا. اللهم شافي وعافي مرضانا، اللهم عجل لوليك الفرج. جاء هو الإمام الرضا يا الله. وإن شاء الله بعد أيام ونكون نحن في العراق، في أرض علي، أرض الحسين.